فرقت الأجهزة الأمنية المظاهرات التي انتظمت وسط الخرطوم نهار اليوم بناء على الدعوة التي أطلقها الحزب الشيوعي السوداني للمشاركة في الموكب الخاص بتسليم رؤيته حول الموازنة إلى حكومة ولاية الخرطوم. وشارك منسوبي الأحزاب المعارضة في المظاهرات، وردد المحتجون هتافات رافضة للغلاء وارتفاع الأسعار، وذلك بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفض الموكب. اتهم سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم حسن بن علي جعفر جهات لم يفصح عنها بالسعي لضرب علاقات السودان والسعودية، مؤكدا أن العلاقة الآن في أفضل حالها وتطورها. وتحاشى جعفر الرد على استفسار الصحفيين بخصوص مدى تأثير التوترات بين السودان ومصر وإريتريا على علاقة الرياض بالخرطوم. وقال في تصريح صحفي بالبرلمان عقب مشاركته في اجتماع جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية إن بلاده تتطلع لتطوير استثماراتها بالسودان، كاشفا عن توقيع مذكرات تعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد مع السودان، مشددا على أن بلاده تقف قلبا وقالبا مع السودان وترفع من شأنه في المحافل الإقليمية والدولية. تواثقت ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنغول قمز الأثيوبي على نشر قوات مشتركة لتأمين الحدود ومنع أي أنشطة معادية للبلدين. وأكدت مخرجات أعمال مؤتمر تنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين الطرفين الذي انعقد بالدمازين على أن تأمين الحدود هو الأساس لتمهيد الطريق لعمل بقية اللجان المشتركة. وقطع والي ولاية النيل الأزرق حسين ياسين حمد في ختام المؤتمر بتنفيذ كل التوصيات التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا التزام السودان بحماية السلام وتأمين سد النهضة الإثيوبي. من جهته تعهد حاكم إقليم بني شنغول الإثيوبي الشاذلي حسن الحكومة بمنع أي نشاط معاد للسودان، وقال إنهم سيحاربون أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح عبر الحدود. وجه نائب رئيس الجمهورية حسبه محمد عبد الرحمن بتفعيل قانون جرائم المعلوماتية في مواجهة المخالفين لضوابط تسجيل الشرائح بالرقم الوطني والأجنبي بالنسبة للأجانب. وشدد حسبه لدى لقائه بمكتبه اليوم دكتورة تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور مدراء شركات الاتصال بالبلاد على ضرورة محاسبة وكلاء الشركات الذين يخالفون ضوابط تسجيل الشرائح، داعيا للمضي قدما في إصدار لائحة الزائر التي يمنح بموجبها الأجنبي شريحة الاتصالات. وبدورها كشفت وزيرة الاتصالات عن ضوابط جديدة لتسجيل الشرائح بعد 10 فبراير تتمثل في البصمة بجانب تطابق البيانات الشخصية لبيانات السجل المدني. انتهت أخبار البلد، أعود إليك الزميل تيجاني خضر لتكملة ما تبقى من برنامج حال البلد. شكرا مصطفى، يا دوب حنبدأ وأكرر ترحيبي بالمشاهدين الكرام، سعيد بأن أصحابكم في تقديم هذه الحلقة من حال البلد بديل للأستاذ الزميل الطاهر حسن التوم اللي هو في رحلة عمل خارج البلاد. أناقش مع ضيوف الكرام اليوم ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه مقابل النقد الأجنبي بعد أن أصبحت الأسواق غولا بشعا يرعب المواطنين، ارتفاع جنوني في الأسعار. نناقش ما هي أسباب الأزمة، هل هي حالة عارضة سرعان ما تنتهي أم أننا بتنا فعلا أمام شبح الغلاء، وما هي خطة الحكومة لتجاوز هذه الأزمة، هذه الخطة ما هي، ما مدى فعاليتها لتجاوز ما نحن فيه الآن من الغلاء، بعد أن نناقش أسبابه لنرى الحلول التي توجدها الحكومة الآن. كل ذلك بعد الفاصل.